السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين أهلا بكم وبرحب بكم في أولى حلقات برنامج القاهرة والماس في القاهرة والماس هنتكلم وحنناقش كل القضايا والموضوعات اللي بتهم الشعب المصري مش كده وبس لا ده كمان هنسلط الضوء على كل ما هو ذهب في مصر خليني أرحب بزميلتي ميما الفايق أهلا بيك يا ميمه أهلا بيك يا ناجي أهلا بيك زميلي العزيز ناجي الخطيب أهلا بيكم أعزائي المشاهدين برحب بيكم في أولى حلقات برنامج القاهرة والماس آه إن شاء الله نكون إضافة قوية بالنسبة للبرنامج وعايز أقول لكم النهارده عندنا فقرات كتيرة متميزة ومتنوعة بعد الفاصل إن شاء الله هيكون معانا الدكتورة آه راندا سيف النصر آه أخصائي الجلدية والليزر وفقرات كتير جدا هتبقى آه بعد الفاصل و آه اوعى تروح في أي حتة ما قدام الشاشة هيفكك كتير فصل ولا مرحب بيكي دكتوره رندا سيف النصر اخصائي الامراض الجلديه وطبعا اكيد هيكون لقاء غني اسبوعي مع فقره جمالك اون تي في مع حضرتك اسبوعين ان شاء الله لكن قبل ما نتكلم على الجمال عايزين نتكلم عن موضوع الساعه موضوع الساعه وهو الفطر الاسود ايه الفطر الاسود وهل له علاقه بالجلد يعني الفطر الاسود ده, ده؟ يعني في حاجات ممكن تظهر على الجلد ممكن نقول ان احنا هيجي لنا فطر اسود مثلا آه، تمام اهلا بيكم اول حاجه واهلا بالبرنامج واللي هو موسم ان شاء الله هيبقى غني الله. بمعلومات كتير عن الجلديه ان شاء الله في الفقره بتاعتي إن شاء الله. طبعا زي ما أنتي قلتي ان موضوع الساعه هو الفطر الاسود والكورونا از تريندنج في السنه كلها او من 2019 بس حاليا الديوريشن دي هي اللي ظهر فيها الفطر الاسود ايه ده وايه علاقته بالكورونا وايه علاقته بالجلديه بتاعتنا اه بالظبط اوكي الفطر الاسود ده فطر انتهازي بمعنى ان الفطريات كائنات ضعيفه جدا بتبقى موجوده في الانفايرمنت او البيئه حوالينا عادي خالص لما مناعتنا بتضعف سواء انه احنا عندنا مرض مزمن زي السكر او زي الاورام او زي ناس بتاخد ادويه بتقلل مناعتها او زي الكورونا انه هي برضو بتقلل المناعه علشان الادويه اللي بنبقى بناخدها في الوقت ده زي الكورتيزون الكورتيزون حلو خالص بس لو بجرعه زياده ممكن يقلل المناعه بما يكفي ان الفطر ده يجيلنا الفطر ده موجود في الـ في الاسبورز اللي هي موجوده مثلا في تراب في آآ آآ ميديكال اكويبمنت زي اجهزه موجوده عليها السبورز دي بيدخل مناخيرنا كلنا كبني ادمين عاديين جدا بس احنا ما بيحصلناش منه مشكله طب معلش بس سامحيني في السؤال اللي جاي أوكي. ده عشان هو سؤال غريب جدا هتستغربيه طب حضرتك بتقولي هو موجود في التربه دلوقتي بعد المرضى اللي على السرير في المستشفيات ده بيجي لهم الفطر الاسود ازاي أه يعني وجه منين هو من الانهاليشنز يعني مثلا انا لسه بقول لك ميديكال اكويبمنت جهاز آه عليه السبوش دي تطيرت من التراب، او تطيرت من التربه، حاجه تربه رطبه، تطير آه. منها جه على الايكويبمنت ابتدى انا بشمه وانتي بتشميه، ما ما حاجه بيحصل، ما حدش بيحصل له حاجه مننا. لكن لما مريض تكون مناعته آه قليله جدا، آه يبتدي هو ياخده، فالفطر ده يبتدي ينتشر في جسمه ويبتدي يعمل مشاكل. فاول ما بيدخل بيدخل على الجيوب الانفيه، آه على الجهاز التنفسي، من هنا تبتدي تحصل مشاكل. زي مثلا سي البيشنت يحس انه وشه مورم الجيوب الانفيه بتوجعه جدا طبعا مش اي مريض جيوب انفيه يفتكر نفسه عنده فطر اسود لا احنا بنتكلم على واحد مناعته قليله جدا البيشنت ده بيبقى عنده صداع مزمن مش عايز يروح بالادويه عنده بيحس انه في عين واحده يوني لاترال بس عين واحده بيحصل فيها زي زغلله او مش عارف يشوف منها بعد شويه بيبتدي في زرقان على الجلد مكان الجيوب الانفيه او مكان هنا من هنا دي ساين عندنا في الجلديه. دكتوره رنده عايزين نطلع نخرج من الفطر الاسود ونروح للكورونا. تمام ازاي اعرف او في علامات بتظهر على الجسم المريض اعرف منين ان هو عنده كورونا؟ اه تمام ده ده سؤال حلو جدا آه ليه؟ لانه في حاجات اسمها ايرلي انديكيشن ان هي ظهرت فابتدي انا اخد بالي طب اروح اعمل التست ان انا عندي كورونا عشان الحق اتعزل عشان الحق اخد مديكيشن عشان الحق ابعد عن الناس اللي منعتها قليله فمن هنا دي حاجه كويسه بالنسبه لنا ان احنا نعرفها. آه في مثلا آه دي ستاتستكس بتتعمل اولا مرض الكورونا مرض حديث فكل شويه مع ملاحظات اعداد العيانين بيلاحظوا انه في آه حاجه معينه بتظهر عليهم كومن آه ما بينهم. جماعيه ما بينهم زي مثلا قرصه البرد أوه. لو احنا في فصل الصيف وحرانين طبيعي <applause> جدا ما يحصل لكش قرصه برد في اطرافك قرصه البرد دي بتطلع في الشتاء في الشتاء أوه. بتبقى الايد مورمه ومحمره كده وفيها نقط حمراء ويبتدي يشتكي انها بتوجعه تمام أوه. دي تحصل في الشتاء لما تيجي في الصيف العيان لا دي انديكيشن انه في كورونا حاجه نادره بقى أوه. هي ما تطلعش في الصيف مش مش المفروض انها تبقى ممكن. مش المفروض انها تطلع يعني في الصيف. دي علامات الكورونا اه دي علامه من علامات الكورونا لما يحصل مثلا انه آه ظهر حديثا وعاملين ريليشن بينها جامده جدا عيانين الحزام الناري كنا بنشوف عيان او اتنين حزام ناري في العادة في المره تلاقي مثلا دلوقتي 10 عيانين جايين بحزام ناري لا معلش ايه الحزام الناري ده معلش هقدر افوتها معلش اوكي الحزام الناري ده لو حدش عارفه يعني انه بيجي على يعني انا نص جسمي يمين وشمال يجي لي على نص جسم بس واحد ياخد لفه كده زي الحزام يعني حاجه تظهر على الجسم على الجلد زي قليل مليان مياه معبية في مكان معين آه في النص آه كده آه. واخدة سواء جنب بطنك او جنب دراعك او آه. جنب وشك على شكل حزام يعني عشان كده الحزام بالظبط هي جايه مع توزيعه العصب العصب ماشي كده آه. وهو ناطر عليه على الجلد من بره تمام لا انه في علاقه وثيقه جدا بين الناس اللي عندها كورونا فيروس كورونا والحزام الناري له علاقة بال؟ لقوا انه عدد العيانين اما لقوا انه الحزام الناري بيزيد جدا كده فقالوا لقوا انه العيانين دي بيجي لها كورونا بعد كده فلقوا علاقة ان انا لو عندي حزام ناري اخد بالي انا ميت يبقى مي... وارد انه يجيلك كورونا يجيلي كورونا اه مرتبط بيها صح كده آه. آه آه. معلومة حلوة النخالة الوردية برضه ده مرض كان ااا آه النخالة آه الوردية بمعنى ايه؟ هقول لحضرتك، ده كان مرض زمان في السيوريس كده النظريات بيقول لك أنا جالي فيروس في زوري فابتدت المناعة تهاجم الفيروس فابتدت تطفح على الجلد برضه بحاجات حمراء كده وعليها قشرة بسيطة. اسمها بنشخصها احنا دكاترة الجلدية ودي أهمية إنه البيشنت يزور طبيب جلدية لأنه هيتشخص. فدي اسمها نخالة وردية وبتيجي مع أي فيروس في الزور، أوكي؟ دي نظرية محطوطة اللي ليها علاقة بالفيروسات اللي في الزور بتيجي. فابتدوا برضو يلاحظوا انه مع الكورونا ابتدت النخاله الورديه تزيد فبرضو دي انديكيشن ان العيان ممكن يروح يعمل تحاليل لو مثلا لقى حرارته زادت او كذا الاعراض بتاعت الكورونا ابتدت تظهر يا دي معناها انها كورونا فعلا يعني هو هو كده بيبقى الكورونا هي سبب لظهور امراض اخرى ولا العكس ولا لو ظهر مرض بيجيب كورونا يعني هي علاقه لا انه علاقه ما بينها ده مرض وده مرض بس لقوا انه في علاقه انه طالما الكورونا موجوده ده بتساعد على ظهوره بتقلل مناعه الانسان ممكن فبتزهر. تكون بتقلل مناعه الانسان فبتدي تظهر الحاجه دي برده الحساسيه المزمنه لو حد بيجيله حساسيه مزمنه بطش حمراء على جلده اكتر من يومين ومش بتروح ومفيش سبب متحقق مع انه ما كلش سمك طلعت له حساسيه ما كلش موز مانجا حصلت له حساسيه ما فيش سبب بعينه الدكتور مثلا شافه انه بيطلع له حساسيه منه ممكن تكون برضو دي ايرلي مانيفستيشن ان الكورونا هتيجي اه لان في حساسيه ضد اكل معين حد هو في العاده اي حاجه تقلل المناعه يعني اي حاجه تقلل المناعه فده ممكن بتبقى أوه. الجسم في المناعه أوه. الجسم بيبقى يعني معرض ان هو يتهاجم من الفيروس ممكن اوكي أوه. أوه. طب نخلص بقى يا دكتور الحته الاسود الكورونا انا نتكلم بقى على مم. فصل الصيف والمصايف والاجازات الصيفيه والبحر والشواطئ وان شاء كل الله كل الناس هتروح الشواطئ آه إن, آه. إن, ان شاء الله يفتحوا الشواطئ ان شاء الله ان شاء الله كلنا آه عاوزين بقى ويك اند سعيد كده عايزين نروح نصيف محافظين على شعرنا، محافظين على بشرتنا خصوصا لو معايا طفل جلده بيتحرق آه, 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 آه، آه، الآثار اللي بتيجي من الشمس آه. آه، آه يعني هنتكلم بقى بعد الموضوع ده حاجة بسيطة آه. صغيرة كده تابس وتراكس نحافظ على نفسنا ازاي؟ آه. طيب. طيب هو مبدئيا احنا فعلا في بانديميك بتاع الكورونا يا ريت كل واحد يبعد شوية عن المصيف اللي جنبه ويلبس الكمامة على قد ما يقدر ويروح أماكن تبقى هادية شوية م. عشان الإنفكشن طبعا احنا يعني الدولة بتحاول دلوقتي تقلل <applause> الاعداد عشان ما ندخلش في موجه رابعه، الناس اللي بتاخد الفاكسين طبعا يا ريت يفضل، كل ده عشان القضاء على حاجه بندمك منتشره في العالم كله. نيجي بقى انه الناس زهقت فعايزه تصيف، عايزه تقعد على البحر شويه آه تعمل ايه؟ اول حاجه دلوقتي حاليا السنتين الاخار دول الشمس بقت جامده، مش زي زمان، حتى احنا دلوقتي ما بقيناش نستحملها، التكييفات شغاله، كل الحاجات دي، فبرضه بقت تاثر على الجلد جدا. فالنصيحة نصيحه لسامبلاك بلاك لازما لازما سام بلاك درجه كام هقول لحضرتك هو في كاركترستكس كده للسامبلاك وانتي وانت بتختاريه تراعي اول حاجه يفضل انه يبقى 100 اس بي اف او او بلس 50 دايما دايما نختار اعلى حاجه اس بي اف طبعا انواع السان بلوك والحاجات دي كلها هنتكلم عليها أوه في فقرات اسبوعيه مع حضرتك في جمالك تي في بشكرك دكتوره رندا واحنا سعداء جدا بيك صحيح. النهارده وأعزائي المشاهدين عندنا فقره اللي جايه مع الكابتن علي الهلاوي